صوت مسموع. صوت مسموع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في اللقاء الثالث من مقرر إدارة الأزمات في هذا الفصل، الفصل الصيفي من عام 1439. نبدأ اللقاء بأسئلة متعلقة عن لقاء الأمس. كما عودناكم نأخذ بعض الأسئلة، سؤال أو سؤالين أو ثلاثة تغطي الدرس السابق. هذا السؤال الأول. عدد أو عددي العوامل التي تعيق الاكتشاف المبكر للأزمة. ذكرنا أن هناك عوامل تعيق المنظمة، تعيق الإدارة عن اكتشاف أو الاكتشاف المبكر للأزمة. العامل الأول يكون هناك بيانات ومعلومات مهمة متعلقة بالأزمة، سواء الأزمة الحالية أو الأزمة المحتملة في المستقبل، تكون هذه البيانات والمعلومات محجوبة، حجب البيانات والمعلومات. أحسنت. الثاني عدم قدرة المنظمة، أو بالأخص عدم قدرة الإدارة العليا على الاستجابة المناسبة والفعالة في الوقت المناسب لهذه الأزمة. عدم وجود القدرات العالية عند إدارة المنظمة للتعامل مع هذه الأزمة. الثالث وجود صورة خاطئة، قناعة غير صحيحة لدى أفراد المنظمة بخصوص قدرات هذه المنظمة، قدرات الأفراد الموجودين في هذه المنظمة. تمام. هذه ثلاث عوامل، ثلاثة عوامل متعلقة أو تجعل من هناك تحدي للإدارة، وتجعل هناك تحدي للمنظمة في اكتشاف الأزمة بشكل مبكر. هذه ثلاث عوامل مهمة إجابة على هذا السؤال، هذا السؤال الأول. طيب، السؤال الثاني. الله عليكم. السؤال الثاني، هذا السؤال الثاني ما هي أبرز الخصائص التي تميز الأزمة؟ ما هي أبرز الخصائص التي تميز الأزمة؟ ذكرنا مجموعة من الخصائص. الخاصية الأولى وجود نقص في البيانات والمعلومات أثناء وقوع الأزمة، وتحدثنا كثيرا عن كيف أن نقص البيانات والمعلومات يؤثر على المنظمة، كيف أن نقص البيانات والمعلومات يحدث الأزمات بالنسبة للإدارة وبالنسبة للنظمة. الثاني الأزمة حدث مفاجئ، هذه خاصية الثانية من خصائص الأزمة. الأزمة حدث مفاجئ يحدث أحيانا بدون مؤشرات سابقة، يؤثر ويجذب انتباه جميع الأطراف ذات العلاقة بالمنظمة، سواء مديرين، عاملين، موردين، زبائن، المجتمع المحيط للمنظمة. الثالث أن الأزمة تتسم بدرجة عالية من التعقيد والتداخل،
تجد أن المديرين وأصحاب المصالح المستثمرين متخذي القرار وصناع القرار في المنظمة لا يستطيعون معرفة المسببات لهذه الأزمة ومعرفة النتائج التي أحدثتها هذه الأزمة. الرابع، نأخذ بعضها. الرابع، احنا ذكرنا بالأمس جميع الخصائص اللي كتب ملاحظات وسجل بعض النقاط المهمة عن لقاء الأمس، سيجدها إن شاء الله. الرابع، وجود حالة من الرعب والخوف في المنظمة. كل ما زاد أو زاد أو قلت مهارة المديرين في المنظمة، كل ما زادت حالة الرعب والخوف. إذا إذا زادت حالة الرعب والخوف في المنظمة، نجد أن هناك مسبب رئيس للإرباك. تجد أن هناك يكون هناك صراع ما بين الأطراف المهتمة في هذه المنظمة، هناك خسائر مالية. ربما يؤدي هذا الإرباك وهذا الخوف إلى وقوع انهيار كامل للمنظمة أو شبه كامل للمنظمة. أيضا ذكرنا محدودية المدة الزمنية للأزمة. صحيح أن الأزمة لا تأخذ وقت طويل، ربما نمر عليها اليوم. الأزمة قد تأخذ ساعات أو أسابيع أو على حسب حجم المنظمة، ولكن تأثيراتها تمتد مدة زمنية طويلة إذا ما تم التعامل معها بشكل صحيح. لن نستعرض الخصائص بشكل كامل، سنذهب إن شاء الله إلى السؤال الثالث. ذكرنا في لقاء الأمس 3 حالات يمكن أن تتخذها المنظمة أو تسعى إليها المنظمة لإيجاد التوازن بعد وقوع الأزمة. ما هي هذه ال3 حالات؟ ما هي ال3 حالات اللي ذكرناها؟ 3 حالات يمكن للمنظمة أن تستعيد توازن بعد وقوع الأزمة. ما هي؟ ذكرنا الحالة الأولى. الحالة الأولى تمكن الإدارة، نعم تمكن الإدارة من إعادة الأمور في المنظمة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الأزمة. هذه ذكرناها أحد الحالات. الحالة الثانية سميناها الحالة السلبية أو حالة التوازن السلبية، وهي أن تحاول المنظمة استعادة التوازن ولكن بصورة أقل مما كانت عليه المنظمة قبل وقوع الأزمة. هذه تسمى الحالة السلبية، حالة التوازن السلبية. الحالة الثالثة، وهي الحالة المفضلة بالطبع، حالة التوازن الإيجابية، وهي أن تنجح إدارة المنظمة في تحقيق حالة توازن أفضل من الحالة التي كانت عليها قبل وقوع الأزمة. وهذا يتطلب مهارات عالية بالطبع، تتطلب قدرة على التحليل ومعرفة مسببات الأمور وإدارة الموارد بشكل جيد. هذه 3 حالات، مهم جدا أن تعرف حالة التوازن السلبية وحالة التوازن الإيجابية، والحالة الطبيعية أن تعيد المنظمة توازنها الذي كان قبل وقوع أو حدوث الأزمة بالنسبة لها. طيب، هذا السؤال. السؤال الأخير بإذن الله، نطيل عليكم بالأسئلة. هذه الأسئلة تغطي أهم ما جاء في لقاء الأمس، مهم جدا تحتفظوا فيها وتعرفوا الإجابات. طبعا سبق أن ذكرت، من حضر ودون ملاحظات عن المحاضرة السابقة واللقاء السابق سيتيسر إن شاء الله الإجابة على هذه الأسئلة. طيب، السؤال الرابع، اذكري مثال على الاستجابات الإدارية التي يمكن أن تساعد على تخطي الأزمة. اذكري
مثال على الاستجابات الإدارية التي يمكن أن تساعد على تخطي الأزمة. ذكرنا مجموعة من الأمثلة، ذكرنا أحسن تعيين مدير أزمات جيد، التقليل من ساعات العمل جيد، من يسأل عن ما حصل كتاب في جرير ولا في بكان، كتاب أظن في نسخ إلكترونية ممكن يحصل عليها، لا أعرف الحقيقة إذا كان بالكتاب المستعمل أو وجود نسخ، لم أبحث في ذلك، لكن من الممكن تجدون يعني نسخة إلكترونية في الشبكة العنكبوتية إن شاء الله. طيب، الأمثلة على الاستجابات الإدارية عند وقوع الأزمات، الاستجابات الإدارية التي تتطلب أخذها بشكل سريع، توظيف مدير أزمات أو مستشار في الأزمات، وذكرنا ذلك في أزمة اليابان، كيف أن إدوارد ديمينج استطاع إعطاء يعني نصائح ونظريات مهمة جدا أخذها القطاع الخاص والقطاع العام في اليابان يعني لتجاوز الأزمة الحاصلة. الثاني، تقليل ساعات العمل للعاملين. الثالث، تسريح بعض العاملين، وذكرنا أن أو مثل ما ذكر ما ذكرتم هنا في المحادثة، التخلي عن بعض العاملين، ولكن هذه النقطة يجب الانتباه لها، لابد أن نتعامل مع هذا مع هذه الأداة بدرجة عالية من الحذر والحساسية. ربما عندما نسرح بعض العاملين بسبب هذه الأزمة نجعل من تبقى من العاملين في المنظمة يحسون بعدم الثقة بهذه المنظمة وأن الإدارة ستتخلى عنهم في أقرب وقت، فلابد أن نتعامل بدرجة عالية من الحذر والحساسية. الثالث، تغيير الإدارة العليا. الرابع، تغيير الهيكل التنظيمي، تقسيم الإدارات وتقسيم المراكز الإشرافية والوظائف، نغير في شكل الهيكل التنظيمي للمنظمة. الرابع أو الخامس، منع إجازات أو منح إجازات براتب أو إجازات بدون راتب لبعض العاملين. تمام، أيضا تنويع العمل والدخول إلى أسواق جديدة. ممكن أنه تحدث أزمة مثلا في صناعة السيارات، مثلا ندخل في مجال صناعة أشياء أخرى، مثلا صناعة قطع الغيار أو صناعة أي شيء آخر ربما يكون بعيد عن الأزمة، وربما يساعد هذه المنظمة على إنتاجية أكثر وتحقيق أرباح أكثر. هذه الأربعة أسئلة أرجو منكم تدوينها مع الثلاثة أسئلة للقاء الأمس، سجلوا إجاباتها، استفيدوا منها في مذاكرتكم للاختبار النهائي. نبدأ بدرسنا اليوم. درس اليوم نتحدث إن شاء الله فيه عن مراحل الأزمة، و تقسيم مراحل الأزمة لم يستطع الباحثين والمؤلفين إيجاد تقسيم يعني متفقين عليه ككل، لا يوجد هناك إجماع على تقسيم مراحل الأزمة، هناك اختلافات شكلية صحيح، ولكن التقسيمات التي أوجدوها المؤلفين والمهتمين الباحثين في إدارة الأزمات يعني لا نعتبرها جوهرية، اختلافات ليست جوهرية، وممكن نستعرض معكم بعض التقسيمات التي أوردوها في هذا المجال. هناك تقسيم ورد في الكتاب، كتاب إدارة الأزمات، ورده المؤلف، تقسيم مراحل الأزمة على حسب مرحلة الميلاد ومرحلة النمو ومرحلة النضوج ومرحلة الانحسار ومرحلة الاختفاء. هذا التقسيم الأول سيكون معكم إن شاء الله. مرحلة التقسيم الثاني، مرحلة يقسم إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التحذير من الأزمة والتخطيط لمواجهتها، مرحلة الأزمة الحاسمة والخطرة، ومرحلة استعادة الثقة، ومرحلة العودة إلى انتظام العمل الروتيني اللي كانت تعمل عليها المنظمة. جيد، نبدأ بالتقسيم الأول لمراحل الأزمة على 5 مراحل ونفصل فيها بإذن الله. إذن التقسيم الأول لمراحل الأزمة، وهذا الشيء مطلوب منكم، مرحلة الميلاد
المرحلة الأولى لمراحل الأزمة، المرحلة الأولى مرحلة البلاد، تمام، مرحلة البلاد. هذه المرحلة يعني ممكن أن نعرفها من خلال بوادر تتضح لمتخذي القرار المسؤولين في المنظمة، تمام، إشارات معروفة وغير محددة، قد تكون أحيانا غير واضحة الاتجاه، تمام، لابد من قدرات عالية على التحليل، تحليل البيانات والمعلومات، معرفة مجريات الأمور في المنظمة، معرفة الأشياء الطبيعية وغير الطبيعية التي تحدث في المنظمة، وبالتالي نستطيع معرفة من خلال القيادة القادرة على معرفة هذه الأمور وتحليل البيانات بشكل كافي، نستطيع أن نعرف مرحلة ميلاد هذه الأزمة. ذكرنا أن هناك خاصية تميز الأزمات بأنها تحدث بشكل مفاجئ، ومرحلة الميلاد هذه ممكن تأخذ زمن قليل. فالإدارة التي تمتلك الرؤية الواضحة، تمتلك القدرة العالية على تحليل البيانات والمعلومات، من الممكن أن تعرف وجود هذه البوادر التي تنبئ أو يستطيعون من خلالها التنبؤ عن وجود أزمة محتملة في المستقبل. طيب، ما هي الجهود التي تتطلبها هذه المرحلة؟ ما هي الجهود التي تحتاجها الإدارة أو تحتاج الإدارة لبذلها للتصدي لهذه المرحلة، مرحلة الميلاد؟ هناك عدة أمور لابد للإدارة أن تعمل على يعني امتصاص قوة الدفع التي تحرك الأزمة. هناك دوافع تدفع هذه الأزمة، تحرك هذه الأزمة، تمام. ذكرنا في لقاء الأمس هناك أصحاب مصالح معطلة، هناك أصحاب مشاكل لم تحل بشكل واضح وبشكل شفاف مع إدارة المنظمة. إذا لم يتم محاولة معرفة هذه المحركات وهذه الدوافع وحلها بشكل صحيح وتفتيت قوة الدفع التي تحرك هذه الأزمة، فإنه ستتفاقم هذه الأزمة بشكل أكبر وأكبر، تنتقل إلى مرحلة أخرى. فلا بد للمنظمة بشكل أولي، بمجرد معرفة أن هناك قوة دفع تحرك هذه الأزمة أو تساعد هذه الأزمة على الظهور بشكل واضح، فإنه لا بد من الإدارة والمنظمة حل هذه المشكلات ومحاولة امتصاص قوة الدفع وحلها بشكل صحيح وبشكل شفاف. الجهود عديدة، ولكن ناخذ الجهد الثاني، إيجاد مجالات اهتمام جديدة تغطي على هذه الأزمة. وجدت أزمة مثلا في إدارة المواد عندك، في إدارة المستودعات عندك، تمام، لابد أن توجد طرق أخرى، تبحث أو تفكر خارج الصندوق حتى تحل هذه المشاكل. نعتبرها مشاكل قد تكون في عين أو اعتبار إدارة المنظمة أنها ثانوية، ولكن هذه الأمور الثانوية الهامشية قد تؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة، تفاقم هذه الأزمة، ومن ثم ظهورها بشكل علني، مما يؤثر على الأطراف المتعلقة بهذه المنظمة. لابد أن يكون هناك أيضا الإدارة أن تتخذ أسلوب التفاؤل والشعور بالثقة وبث الأمل عند العاملين وعند المستثمرين أصحاب المصالح لهذه المنظمة وعند المستهلكين بما يفيد مستقبل المنظمة. لابد أن يكون هناك بث للتفاؤل، زيادة للثقة، إعطاء الأمل لمستقبل هذه المنظمة مهما وجدت هذه المشاكل، مهما وجدت هذه المشاكل، والعمل على رفع أداء هذه المنظمة، رفع أداء الإدارات في هذه المنظمة، حتى إن يعني لزم الأمر بتغيير يعني الإدارة العليا أو بعض المديرين الذين يحدثون مشاكل. أيضا ذكرنا أنه لابد أن يكون هناك تحليل مهم، تحليل علمي للأسباب الحقيقية للأزمة، تحليل للعوامل التي أدت إلى نشوء هذه الأزمة، وبالتالي نستطيع التخلص من الأسباب والعوامل التي أحدثت هذه الأزمة. هذه أبرز الجهود التي يمكن للمنظمة أن تتخذها،
وبالتالي تستطيع تجاوز هذه الأزمة. طيب، إذا ما استطاعت المنظمة حل الأزمة أو الانتهاء أو القضاء على الأزمة في هذه المرحلة، ستنتقل الأزمة هذه من مرحلة الميلاد، مرحلة البوادر والإشارات غير الملحوظة عند أبرز الأشخاص العاملين في هذه المنظمة، فإنها تنتقل إلى مرحلة أخرى تسمى مرحلة النمو. وهذه المرحلة تكون فيها الأزمة بشكل متسع، تكون بشكل تتسع الأزمة، ويكون القضاء عليها أصعب من القضاء عليها في مرحلة الميلاد. طيب، إذا لم تنجح إدارة المنظمة في التغلب على الأزمة والقضاء عليها في مرحلة الميلاد، فإن هذه الأزمة تنمو وتتطور وتدخل في مرحلة جديدة هي مرحلة النمو، أو ما نسميها الاتساع. وهناك مجموعة من العوامل تدعم قوة الأزمة في هذه المرحلة. ما هي هذه العوامل؟ هناك عوامل ذاتية مرتبطة بالأزمة نشأت معها وتكونت في المرحلة السابقة. تمام، ما استطاعت المنظمة تحليل هذه العوامل، معرفة هذه المسببات والقضاء عليها. إذا نشأت هذه العوامل في المرحلة السابقة وتطورت في هذه المرحلة. الآن هي في طور التطور ومرحلة التطور في المرحلة الثانية، مرحلة الإتساع. وهناك أيضا عوامل خارجية جذبتها الأزمة وتفاعلت معها وأضافت إلى الأزمة قدرات جديدة للنمو والتصاعد. طيب، هناك عوامل ذاتية، قلنا العوامل التي قد تكون داخلية في المنظمة. نفترض أنه منظمة من المنظمات، ذكرنا منظمة فيسبوك مثلا كان عندها أزمة في الشهرين السابقين. طيب، كان هناك فعلا مسببات داخلية ومسببات ذاتية لم تتعامل الإدارة معها بشكل جيد. طيب، ما هي العوامل الخارجية التي جذبتها هذه الأزمة؟ ظهرت هذه الأزمة بشكل في مرحلتها، إن صح تسميتها مرحلة الميلاد أو مرحلة النبوغ. طيب، المرحلة هذه تكونت بسبب وجود عوامل ذاتية حقيقية، عوامل داخلية. هذه العوامل لم يتم التعامل معها بشكل جيد، مما أدى إلى ظهورها في مرحلة الاتساع، مرحلة النمو. وبالتالي جاءت عندنا عوامل أخرى نسميها عوامل خارجية جذبتها الأزمة. ما هي العوامل الخارجية في أزمة مثلا فيسبوك؟ لا بأس، تكتبوا لي في المحادثة. ما شاء الله، 14 من الحضور، الأخوة والأخوات. ما هي العوامل الخارجية التي ربما جذبتها أزمة الفيسبوك مثلا؟ تسريب بيانات. طيب، هذه تسريب البيانات، أحسنت. تسريب البيانات هذه يعني أصل الأزمة أو شيء أساسي في الأزمة، ولكن العوامل الخارجية التي جذبتها الأزمة، حديث كل وسائل الإعلام تحدثت عن هذه الأزمة وفاقمت هذه المشكلة، مما أدى إلى وجود أزمات وضغط على هذه المنظمة. طيب، هذا مثال على العوامل الخارجية. ننتقل إلى أيضا عامل آخر، أو ننتقل إلى أمور ممكن أن تتخذها المنظمة، إدارة المنظمة لمواجهة هذه الأزمة والتعاطي معها. أول عمل تعمله هي عزل العوامل الخارجية، محاولة يعني عدم نشر البيانات التي من الممكن أن يستفيد منها أطراف خارجيين عن المنظمة، وبالتالي يستخدمونها الاستخدام السيء ضد هذه المنظمة. قد تكون هذه المعلومات ليست من صالح المنظمة نشرها للعامة أو نشرها للإعلام وغيرها. إذا عزل العوامل الخارجية الداعمة للأزمة من خلال أي طرف أو أي شخص أو أي جهة ممكن تعرف إدارة المنظمة أن هذه الجهة قد تدعم الأزمة أو تصعد هذه الأزمة، لابد أن يعني تتعامل معها إدارة النظام بشكل حذر. طيب، أيضا من الأعمال التي يمكن أن نتخذها في هذه المرحلة، تتخذها إدارة النظام لمواجهة الأزمة، بذل كل ما هو ممكن من أجل تجميد نمو الأزمة.
محاولة مثلا أزمة ذكرنا في أحد الأمثلة في اللقاء الأول، مثلا عندنا مشكلة مع العاملين في المنظمة، العاملين يطالبون بأجور عالية، أجور أعلى مما هي موجودة الآن. طيب الأجور هذه ممكن أن نتخذ سياسة جديدة في إدارة الأجور أو إدارة العلاقات، إدارة شؤون الموظفين، بزيادة الأجور وما غيرها، بحيث أنه نستطيع تجميد نمو الأزمة وإيقاف نمو هذه الأزمة، حل هذه المشكلة بشكل مؤقت أو بشكل دائم، بما يعني يمكن للمنظمة وللإدارة إيقاف هذا النمو عند المستوى الذي وصلت إليه. لابد للمنظمة أن تركز على عدم إتاحة الفرصة لتفاقم هذه المشكلة، تفاقم هذه الأزمة، وبالتالي تؤثر على المنظمة تأثير أكبر. العوامل الخارجية هي أي أشياء أخرى غير متعلقة بالأزمة بشكل مباشر، وإنما جذبتها هذه الأزمة، وممكن أن العوامل الخارجية هذه تزيد من تفاقم هذه المشكلة وتؤدي إلى ممكن تزامن أزمات، عدة أزمات مع بعضها البعض. أيضا من الممكن أن تقوم الإدارة بالتركيز على علاج الأزمة، وذكرنا في لقاء الأمس أنه ربما أن المنظمة تقوم بتوظيف مسؤول مدير للأزمات أو مستشار للأزمات. طيب مدير الأزمات أو مستشار الأزمات هذا من الممكن أنه يقوم بتحليل البيانات بشكل صحيح، دراسة الحالة الحالية، دراسة مسببات هذه الأزمة، دراسة النتائج، أعراض هذه الأزمة، وبالتالي من خلال هذه التحليلات وهذه الدراسات ممكن أن يأخذ بعدة قرارات تساعد المنظمة على تجاوز هذه الأزمة بشكلها الحالي في مرحلة النمو. طيب، ما إذا لم تستطع الإدارة التعامل مع الأزمة في مرحلة النمو؟ إذا لم تستطع الإدارة التعامل مع الأزمة في مرحلة النمو، مرحلة اتساع، هذه المرحلة الثانية، فإن الأزمة ستنتقل إلى مرحلة ثالثة اسمها مرحلة النضوج. أحسنت، مرحلة النضوج. عند وصول المنظمة إلى هذه المرحلة مع الأزمة، ولم تقم بعمل ما أو فشلت في التعاطي مع هذه الأزمة، فإن هذا مؤشر على عدم كفاءة إدارة المنظمة، عدم كفاءة إدارة المنظمة. أحيانا تجد بعض المنظمات تحصل أزمة من الأزمات في مرحلة الميلاد، ثم تنمو هذه الأزمة، وبالتالي تجد هذه الإدارة تقول والله تقارن نفسها بالمنظمات الأخرى، ونحن ما زلنا يعني في مرحلة مميزة، ونحن ننافس المنظمات الأخرى في منتجاتها، ونحن لدينا جوائز، ولدينا مثلا إنجازات معينة. تجد أن هذه المنظمة نعم أحسنت مكابرة، ويعني عدم الالتفات بخطر هذه الأزمة، قد تحدث تفاقم لهذه الأزمة ووصولها إلى مرحلة النضوج. إذا وصلنا إلى مرحلة النضوج وما استطعنا التعامل مع الأزمة، فإن هذا مؤشر على أن المنظمة عدم أو غير كفأة وغير فاعلة في إدارة الأزمات. وعند الوصول إلى مرحلة النضوج قد تنتج هناك آثار صعبة جدا، آثار يعني تجعل المنظمة تتوقف من عملها، أو يعني ما تستطيع تجاوز هذه المشكلات، وتؤثر على تأثيرات كبيرة. طيب، تتطلب مرحلة النضوج
إلى ذكاء كبير، ذكاء شديد عند متخذ القرار في محاولة يعني التخفيف من يعني انتشار هذه الأزمة وتفاقم هذه الأزمة. طيب، هناك مرحلة، هذه تعتبر مرحلة النضوج، مرحلة يعني أقصى ما تصل إليه الأزمة. بعدها، بعد التأثير على المنظمة، تجد أن الأزمة هذه تنتقل إلى مرحلة جديدة، مرحلة نسميها مرحلة التقلص ومرحلة الانحسار. مرحلة التقلص والانحسار سيكون هناك تصادم عنيف، تفكك داخل هذه المنظمة، تنتقل العلاقات الاجتماعية إلى أسوأها، تكون استخدام الموارد في المنظمة استخدام غير أمثل، يكون هناك جهود مهدرة، يكون هناك قد يعني تتلاشى الثقة، تنعدم الثقة عند العامل في المنظمة. هذه الأشياء تحدث يعني مع المرحلة الرابعة التي هي مرحلة التقلص والانحسار. طبعا في المرحلة الرابعة، هذه مرحلة التقلص والانحسار، تفقد الأزمة جزء كبير من قوتها وطاقتها. طبعا هي أثرت تأثير كبير على المنظمة، ولكن بعد تأثير هذا تجد أن الأزمة هذه خفت من وطأتها على المنظمة. طيب، بعد مرحلة التقلص والانحسار تأتي مرحلة خامسة، هي مرحلة التلاشي أو مرحلة الاختفاء. مرحلة التلاشي أو مرحلة الاختفاء، وبعدها يكون القوة الدافعة لهذه الأزمة تفقد بصورة كاملة. القوة التي تحرك هذه الأزمة تتلاشى جميع مكوناتها وعناصرها، وبالتالي ينتهي الاهتمام بها ويصبح الحديث عنها من يعني كلام الماضي، الشيء الذي مر وانتهى، مع أن نتائجها ما زالت تعاني من المنظمة. فعند حصول مثلا هزة أو أزمة أثرت على المنظمة، أثرت على سمعة هذه المنظمة، أثرت على العلامة التجارية لهذه المنظمة، أدت إلى تفكك العاملين، أدت إلى تفكك العلاقات الاجتماعية داخل المنظمة، أدت إلى انهيار الثقة أو انعدام الثقة ما بين العاملين والمنظمة، تجد أن المنظمة تعاني من هذه الآثار ربما سنوات. تعاني من هذه الآثار لسنوات عديدة. كيف نستطيع إعادة بناء هذه السمعة السابقة مثل ما ذكرنا في درس الأمس، إعادة التوازن؟ لابد أن يكون هناك خبرات وقدرات عالية في إدارة أسباب هذا النوع من الأزمات، وبالتالي استرجاع كفاءة المنظمة وفاعليتها لهذه الأزمة. طيب، هذا الجزء الأول أو التقسيم الأول للأزمة، التقسيم الأول لمراحل الأزمة. نعيدها من جديد بشكل كرؤوس أقلام. الأول مرحلة الميلاد، الثاني مرحلة النمو والاتساع، الثالث والذي هو يعتبر الأعلى مرحلة النضوج، ثم بعد ذلك تنتقل إلى مرحلة التقلص والانحسار وهي مرحلة أقل، وبعدها مرحلة الاختفاء. بعدها تكون مرحلة الاختفاء. طيب، ننتقل إلى التقسيم الثاني لمراحل الأزمة. التقسيم الثاني لمراحل الأزمة ذكره يعني عدد من الباحثين وقسموها إلى 4 مراحل أساسية. المرحلة الأولى مرحلة التحذير من الأزمة والتخطيط لمواجهتها. ربما يكون هناك أزمة، فرضا لو قلنا والله عندنا احنا مستودع في منطقة ساحلية، والمنطقة الساحلية هذه ممكن أن يضربها فيضان مثلا، ونعرف أنه الفيضان هذا سيحصل في مدة زمنية نفترض أنها بعد 3 أشهر أو 4 أشهر. إذا نحن الآن
في مرحلة التحليل ومرحلة التخطيط لمواجهة هذه الأزمة. طيب، ما هو المطلوب منا في هذه المرحلة؟ لابد أن تقوم الإدارة ب يعني وضع الحالة الطارئة في عملها، وإيجاد حلول مستقبلية ما إذا لو حدثت هذه الأزمة، و يعني ربما يعني تضر بالمنظمة وتضر بمستقبل هذه المنظمة. طيب، تسمى هذه المرحلة ما قبل الأزمة، نسميها بالإنجليزي pre-crisis stage، وهذه المرحلة هي مرحلة حاسمة، مرحلة مهمة من مراحل الأزمة. لابد في هذه المرحلة أن تدرك المنظمة التحذيرات، المؤشرات السلبية التي ربما نتعرف من خلالها على وجود أزمة محتملة مستقبلية. طيب، لابد أن تكون منظمة يعني توجد المصادر، توجد المعلومات، توجد جميع الأشياء التي تستفيد منها في حلها أو تجاوز هذه الأزمة أو تجنبها. هناك عدة أنشطة ربما تستطيع المنظمة ممارستها خلال هذه الفترة أو هذه المرحلة. أول الأنشطة قياس وتقييم أو تقويم البيئة الداخلية والخارجية ودلالاتها وعلاقات اللازمة المتوقعة. لابد أن يكون هناك دراسة للبيئة الداخلية والخارجية. هناك تحليل اسمه تحليل سوات. تحليل سوات، سوات مر معكم تحليل سوات فيما سبق، SWOT سوات بالإنجليزية. هذا تحليل يقوم بدراسة الحالة الداخلية والحالة الخارجية. يعني يكتبها بدلا من الأسئلة. تحليل سوات، S تعني strengths وهي نقاط القوة، نقاط القوة لدى هذه المنظمة، النقاط الداخلية. طيب، W هذه ليست معكم لكن من باب يعني الاستفادة، ربما أخذتها في مواد سابقة. نقاط ال W تعني weaknesses اللي هي نقاط الضعف. أو هذه تعبر عن opportunities وهي الفرص، الفرص في البيئة الخارجية للمنظمة. و T تعبر عن threats اللي هي تعبر عن ومعناها التهديدات التي يمكن أن تعرفها المنظمة أو تقوم بدراستها. إذا الجزء الأول هذا نقاط الضعف، نقاط القوة، تستطيعون رؤيتها، قراءتها، سوات، تحليل السوات. هذا مدخل جديد في حتى يستخدم الآن بدل من دراسة الجدوى. دراسة الجدوى كانت تستخدم للمشاريع سواء الجديدة أو المستقبلية أو الحالية أقصد. تحليل سوات الآن تحليل بديل لدراسة الجدوى، تقوم فيه المنظمة بدراسة نقاط القوة ونقاط الضعف في البيئة الداخلية، ودراسة الفرص في البيئة الخارجية والتهديدات التي ممكن تأتي من البيئة الخارجية. طيب، نعود إلى هذه أولى الأنشطة أو الأمور التي ممكن تتخذها المنظمة. أول حاجة تقوم بقياس وتقويم البيئة الداخلية والخارجية. الثاني تطوير وإعداد الخطط، خطط مستقبلية، خطط لمنع حدوث هذه، منع حدوث أو تخفيف من تخفيف وطأة حدوث هذه أو تأثيرات هذه الأزمة. أيضا لابد أن يكون هناك رقابة فاعلة لمؤشرات الأزمة. لابد أن يكون هناك رقابة فاعلة لمؤشرات الأزمة. ما هي الأمور التي تزيد من قوة هذه الأزمة؟ ما هي الأمور التي تزيد من حراك هذه الأزمة؟ تمام؟ لابد أن يكون هناك رقابة فاعلة من قبل الإدارة ومن قبل العاملين في المنظمة. يكون هناك أشخاص مختصين. طيب،
مرحلة التحذير من الأزمة هذه المرحلة الأولى لها إشارات كثيرة ودلائل متعددة. من الدلائل عليها مذكور عندك في الكتاب الانخفاض الحاد في مستوى المبيعات. فجأة مثلا عندك مبيعات تبيع في الربع الأول من كل سنة ما يتجاوز مثلا 10,000 منتج مثلا، تجد انه في سنه من السنوات في هذه السنه مثلا وجدنا انه المبيعات في نفس الربع وجدنا انها انخفضت الى 50% او 70% او اكثر او اقل. هذا الانخفاض الحاد معناته ان هناك ازمه مقبله على هذه المنظمه. قله التقارير التي تشير الى تحقيق تقدم في المنظمه. لا يوجد هناك تقارير تقيس الاداء التي تؤديها للمنظمه، تقيس الاداء التي تعمل عليها للمنظمه. الغياب المتكرر للعاملين هذا أيضا مؤشر للأزمة. الغياب المتكرر للعاملين هذا أيضا أحد المؤشرات. الرابع ظهور مخالفات وأخطاء كثيرة للمنظمة بالإشارة إلى معايير ونظم الصناعة التي تنتمي إليها المنظمة. مخالفات وأخطاء خصوصا مخالفات فيما يخص مخالفات البيئية مثلا. تجد ان بعض المصانع البتروكيماوية لديها يعني بعض المعايير بعض الأشياء لابد ان يعني تقوم بالعمل عليها، ولكن تجد ان المنظمات لديها مخالفات وأخطاء كبيرة وكثيرة مقارنة بالمؤسسات والشركات التي تعمل في نفس الصناعة. وجود ضعف وتشويش في الاتفاقات الداخلية هذه أيضا من العوامل الداخلية. ننتقل إلى مرحلة ثانية، مرحلة الأزمة الحاسمة والخطرة. هذه مرحلة ثانية تنتقل إليها بعد هذه المرحلة وهي أشد وأكثر صعوبة من البداية. في هذه المرحلة يكون هم الإدارة أن لا تلقى عليها مسؤولية الفشل، لا يوجه إليهم اللوم، لوم الإخفاق. فهذه مرحلة صعبة أيضا. بعدها مرحلة استعادة الثقة بعد انتهاء الأزمة، هذه المرحلة الثالثة، مرحلة استعادة الثقة. وهذا الأمر ليس بالسهل، يتطلب جهود عالية من الإدارة، جهود عالية من العاملين، مما يعني والثقة متعلقة أيضا بوسائل الإعلام، بالجمهور، بالمديرين، بالحكومة، بالمقرضين، بحملة الأسهم وغيرهم. أيضا المرحلة الرابعة، المرحلة الأخيرة، مرحلة العودة إلى انتظام العمل، وهي المرحلة الأخيرة بعد هذا التقسيم. هذه مراحل المرحلة بشكل سريع. المرحلة الأولى مرحلة التحذير والتخطيط للأزمة. المرحلة الثانية مرحلة الأزمة الحاسمة والخطرة. الثالث مرحلة استعادة الثقة، والمرحلة الرابعة مرحلة العودة إلى انتظام العمل. بهذا إن شاء الله نكون قد انتهينا من جزئية هذا اليوم، جزئية خاصة بتقسيم مراحل الأزمة. نلتقيكم إن شاء الله في اللقاء القادم، لقاء الأسبوع القادم، وأريد أنكم تبحثون، تتساءلون، تفكرون في هذا السؤال. السؤال إلى الأسبوع القادم إن شاء الله نجيب عليه ونبدأ فيه اللقاءات. السؤال هو: ما الفرق بين إدارة الأزمات والإدارة بالأزمات؟ ما الفرق بين إدارة الأزمات والإدارة بالأزمات؟ سأل الله لكم التوفيق والسداد ونهاية أسبوع جميل وسعيد بإذن الله. أي سؤال سابق دقيقة أو دقيقتين أجيب عليه إن شاء الله في المحاضرة. نراكم على خير بإذن الله. السلام عليكم.